لا شاريع لا كهرب بجبله مي ماكو ابدا مو برايم. وهذا انا هالخاليه بتك فلوس ما عندي تروح على الطبيب. احنا ما لنا حال يابا، ما حد يداعي بينا ولا حد فطاننا ولا كعنا خلقاني ولا عبالك احنا عراقيين. الفضائي صلاح الدين مرسال دزيت واشيلهم حال العدايم يا حالي، مية جليب وقفرة دهن زيت وبس الله غفار يعلم بحالي. تشتي جنوبي من الحبل زاد مليت، ولا الحطب شقق جدايد ذيالي، وبشي بعبرة وبالعبرة تهجيت. تعباني حبيبي وما عندي غير الله وهو الشباش وهاي اسمها قفاك السلادة، ما عندي غير رحمة الله. ماكو احسن من رحمة. اي والله عند رحمة الله. الله كريم. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى. الحقيقة اليوم بين الناس تحضر في مبنى القصر الثقافي في محافظة صلاح الدين لتسجل لقطات من هذا اليوم الأليم، ذكرى 5/3/2007، ذكرى التفجير الإجرامي بشارع المتنبي، الشارع الثقافي الذي يستقبل من كل أنحاء العالم. الحقيقة تعاون منظمة نصنع الفرح، تعالوا نصنع الفرح، وعدد من الأخوة ومنظمة دعم المرأة في سبيل هذا العمل الجميل ليكون هناك استذكار لهذا الموقف الأليم وهذا الفعل الإجرامي. فتعالوا نشاهد معكم هذه الاحتفالية، وستكون لنا لقاءات إن شاء الله في شارع المتنبي. بقى الشابندر أسس سنة 1917 من قبل صاحب الملك موسى الشابندر. آلت إلي إدارتها 1963، وكان في هدفي أن أعيد تراث آبائي وأجدادي، خاصة وأنا مسقط رأسي في هذه المنطقة مع جدودي الخمسة من هالمنطقة، محلة باسمنا محلة الإخشالات. وبقت أني أناظر على هذه المقهى إن أصبحت في الوقت الحاضر والحمد لله المتنفس الوحيد إلى الثقافة والمثقفين، حيث إذا جاء السائح من الخارج مر بهذه المقهى يتعرف على الشعب العراقي البغدادي من هذا المكان. في تاريخ 5/3/2007 في ساعة حوالي ساعة قريبة 11 صباحاً دخل السيارة كية جديدة على بعد 100 متر من المقهى، نزل صاحبها وترجر الطريق، ثم انفجرت بانفجار مهول، هدمت المباني من الجانبين، أدت هذه إلى 68 شهيد. من المؤسف أنه 18 شهيد من 68 كانوا هم من رواد الشارع الأكثر،
أصحاب التكاكين منهم وأصحاب البيع الكتب مفترشين الأرض، لم نرى ولم نلقى لهم أثر، حيث إن ذويهم بكل مناسبة في 5/3 من كل سنة يحضرون لهنا متألمين إنهم ما لقوا جثة حتى يدفنون بها قتيلهم. ومؤاسي يعني بالقلب قطر الهدم. جدتي هاي الضربة من شدتها ذهبت حتى عن أصواتها، اللي انجرح واللي تأذى بالمقهى خرج منها، والجثث تناشرت حتى انه بعد على الحياطين قسم من الجثث. وانت من تحت الانقاض طلعت واناشد واستجير على ولدي اللي هم بالمطبعة، ادي ابن الكبير غانم وابنه يصلحون بالمطبعة اللي هي بالمخزن مع المقهى. فالناس المشفقة على حالي لما رأوا إن هذا أولادي وأفزع الدور عليهم جلبوني بعيد عن المنطقة، وجاء واحد من أقاربي ألح علي أن يوديني بالبيت. في اليوم الثاني جينا ندور على جثث بمعونة الغيارة من أهل بغداد والسيارات من أهل بغداد البيكابات، لقينا أرجل وكذا تحت المطبعة، وإذا بجثة ابني كاظم. أما محمد لقيت مشقوقة بطنه، إصابة بطنه، وثم رد اليسرى من الكعب ملقي هنا، نقلناه للمستشفى. تودوا المستشفى، تودوا الطبيب العدلي قبل يضيع علي اللي قاعد بالإدارة كاظم، يعني قتلة من لحم حملنا. أما بلال كان داخل المطبعة طرف المقص، لقينا جثة ولم نلقي الرأس ماله. بعد التفتيش وجدت الرأس خلف المقص، جمعناهم نقلناهم من المستشفى. أما غانم كان مع ولده التعمير، ولد تكرج المول ما لقيناها، والاثنين الولد وأبيه واحد على جنب الأخ لاقوا حتفهم. وانتهت المسألة وبقت الناس تحت الأنقاض، كل من يتابع إلى قتيلة أو ولو يجد من أي شيء. وديتهم للبيت الجنائز، أمهم وقفت الله يرحمها، رادت أن أكشفهم حتى شاهدهم، فشيت كشفهم رفعتهم 5 صناديق خرجت عليهم أمامها وطلبت من عندنا أن نكشفهم نشوفهم. فهم أكوام لحم تعبر علينا نشوفهم، نحبت سقطت على مقشى بندر. بعد ما تدمرت المصيبة كانت جديدة بطبيعة الحال، تقريبا فقدت كل ما عندي في هذه الحياة بعد فقد أولادي، وأمامي أولادهم ونسائهم أراملهم. عاوننا بها بعض الناس حتى على إعادة التعمير، وعدناها وفوضت أمري إلى الله عز وجل أن يلهمني الصبر ويعيني على الحفظ على أزواجهم وأراملهم وأولادهم بالمدارس، اللي هسه كملوا ما شاء الله كملوا ثانوية وحقتهم بالكليات. مع هذا الحمد لله بدنا مثل بغدادي، النائحة مو تكون مثل اللي فاقدة ولدها. الناس يتعاطفون على هذا الحزن مو مثل اللي فقد أولاده، المرأة أو الرجل إذا فقد ابنه هو لما يجي للدنيا يراجع الطباء، يراجع ضايح، يراجع كذا، يريد ولد. إجا الولد فرح بيه، قام يقعد فرح، مشى الولد فرح، سجل بالمدرسة فرح، كمل دراسة فرح بي، كمل كلية فرح بي، زوجها زاد عند الفرح، أثمرت هذه النخلة كما يقال أو الشجرة، بقى يجني من ثمرها إلى هذا الرجل. وإذا تنقطف من عرقها أمامه
شو تقدري موقف هذا الرجل أو هاي المرأة؟ فقد الولد هي مصائب أنبياء لا يتحملها إلا نبي. ابتلي يعقوب بابنه ونوح بابنه ومحمد عليه الصلاة والسلام ابتلى بولده حتى إنه أدمعت عيناه وقيل له يا رسول الله حتى أنت تبكي؟ فقال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا نبي الأمة، كيف بالإنسان عادي يفقد خمسة أمامه ويرد جثثهم بكياس حتى يدفنهم؟ كل عراقي مهما كان أن يقول إني عراقي ويترك كل الألقاب والأذاب والمذاهب وما بينه وبين الله من عبادات وقوس، هذه شغلة مع الباري عز وجل، وهذه الضغائن والطائفيات والكاذي هذا من البشر ومن الشيطان. فأرجو من الله عز وجل أن يهدي قلوبهم، يغرس فيهم العفو عن الناس ويكونون أحباء متحابين على أرض هذه الوطن العراق كما كانوا بسلف الأزمان. يعتدي على واحد بالكلام، بالضرب، بالكلام، إذا المقابل عنده قابلية أن يعفو عنه وهذا سلاح القوي، من قوة البي يعفي. فإذا كان ما عنده قوة خفيف راح يعيد الضربة مثل ما كانت أو يعيد الشتوة مثل ما كانت. لا، بيش الحالة إذا عفى راح يحطمل المقابل ماله. حرصا على بلدي ولكوني مسلم، وحرصا على هذا البلد جريح، إذا جيء بقاتل أولادي أمامي ما علي إلا أن لا يعيدها ويحفظ العراق فيكون فداء إلى العراق أعفو عنه. لأنه مصاب العراق الجلل، هو الذي قال يا سيف دولة دين الله دم أبدا، وعش برغم الأعادي عيشة الرغدا، خرت لوجهك نحو الأرض ساجدة كما يخر لوجه الله من سجدا. أنا أعجبتني هذا الملتقى لأنه أعاد ذكرى، أعاد استذكار هذه الواقعة، ولأنه أيضا عرج على مسائل أخرى مثل عيد المعلم ومثل عيد المرأة وما إلى ذلك. ولكن الشيء اللطيف بهذه الجلسة أو بهذا الملتقى أنه نظم في تكريت من قبل أربع جهات، بحيث الإنسان يستطيع أن يقول أن في هذه المدينة يوجد حراك ثقافي مهم، لأنه أربعة جهات مدنية تقوم بهذا الحراك. هذا الشيء يسر تماما، معنى هذا أن هناك استقطاب اجتماعي واستقطاب حضاري وثقافي. أيضا الموضوعات التي طرحت أيضا موضوعات تذكرنا بأن الحياة الثقافية ما زالت بخير وهي مستمرة. وأنا لي حصة أيضا في هذا الملتقى أو في هذا النشاط، إذ أنهم قاموا بتكريمي شخصيا يعني، وأنا شاكر لهم وشاكر لك ايضا استاذ وليد على هذه المقابله اللطيفه. طول العمر لك استاذ. الله يسلمك، بارك الله فيك. بالحقيقه الاستذكار يعني رجعنا دائما كانما اليوم بدها تحدث هذه الحادثه، لانه المصاب كلش اليم، فقدان العشرات من المثقفين والادباء ومرتادي شارع المتنبي. يعني بدينا احنا ان شاء الله ومستمرون كل سنه مع دكتوره امل الجبوري ومجلس شباب تكريت والاستاذ رياض الجابر ومنظمه دعم المراه، استذكار سنوي لذكرى هذا التفجير الارهابي.
بعد حدوث التفجير الإرهابي في 2007 أطلقت الشاعرة العراقية أمل الجبوري نداء استغاثة لتحشيد الرأي العام ضد الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل، هل طائفيين، هل الذين قتلوا أحلام ناس كانوا يعتاشون على هذا الشارع الثقافي الأدبي. واستجاب الشاعر الأمريكي بياو بسليل ليتضامن لينشئ مبادرة تضامن مع يوم المتنبي اليوم، فلتحدث في كل عام 5 آذار حفل استذكاري لهذا الحدث. مثل ما تلاحظ يجتمع الأدباء والمثقفين لعرض الأفلام الوثائقية عن هذا الشارع وعن ذوي الضحايا. أنا أنظر لنظرة يعني كما نظر هذا الرجل العظيم عندما قال لو جاء أبي قاتل أولادي إلي لعفوت عنه إن كان ذلك صف في مصلحة العراق. إحنا اليوم نستذكر هكذا، يعني قد يقول قائل يعني ليش الواحد دائما يروح نحو الحزن، لكن هذه القصص تعرفنا مدى قوتنا، تعطينا حافز للأمام، تعلمنا أن هؤلاء الناس نعم تكاتف، وتعطينا دائما فرصة لأنفسنا أنه نمضي إلى الأمام وأنه نستمر وأن الحياة تستمر. ولهذا نرى اليوم المتنبي ما شاء الله عامر، ونرى أن هذا الرجل محمد الخشالي الأطفال الذي تركهم أولاده الآن اليوم كما قال تخرجوا من كلية الصيدلة، فكل ألم يجب أن يضع الإنسان صوب عينيه أنه سيأتي بعده فرح وسعادة. لماذا شارع المتنبي أولا؟ هو استهداف للحياة، استهداف للثقافة، استهداف للإبداع، استهداف للعراق ككلمة، كمبدأ، كقيم، كإنسانية. الإرهابيون لا يميزون بين شارع وآخر أنهم أعداء للثقافة، هم يريدون أن تكون ثقافتهم واحدة وهي ثقافة القتل والتهجير وظلم الآخر واقتلاع جذور الإنسانية. هذا شيء مختلف عن ثقافة المتنبي، الأدباء، الشعراء، هذا الروح العراقية النابضة بالأمل، النابضة بالحياة. نستذكر 5 آذار، لكننا لا ننسى أن في العراق كلمة أخرى، لذلك نحن نتحدث اليوم بعد سنوات من نكبة شارع المتنبي، نتحدث عن عراق جديد. هذا العراق الذي تنتظره أنت وأنا، أولادنا، أخواننا، ننتظر أن يكون العراق كما عرفناه بيتا يتسعنا جميعا وزيادة، لأنه العراق لا يسمى غيره بهذا الاسم ولن يسمى أكبر من هذا البيت. لذلك نتذكر المتنبي لكننا نتذكر معه الشهداء. وطبعا الإرهاب أرسل رسالة أنه يستهدف الإنسان ويستهدف الفكر، يعني باستهداف هذا الشارع، لأن هذا الشارع يعني لا يضم منشآت أمنية ولا يضم غير باعة بسطاء يبيعون الكتب، يبيعون الثقافة، يبيعون الفكر. طبعا هذا الحادث الأليم أدى إلى استشهاد 5 من أبناء وحفيد الحاج محمد الخشالي صاحب مقهى الشابندر القديم والمعروف. هنا قدمنا فيلم من إنتاج مجموعة صوتنا يحمل عنوان نغفر وننسى. طبعا هو يقدم يعني رسالة تسامح ورسالة إنسانية للعالم، أن العراقيين يتجاوزون المحن رغم الجراح. وكلكم شاهدتم أن الحاج محمد الخشالي رغم إصابته الفادحة لكنه يقول لو أتي لي بالمجرمين لعفوت عنهم إذا ما وعدوني، نعم إذا ما وعدوني بأنهم لن يعتدون على عراقيين. فإذا العراقيين الطائفية غير موجودة إلا في فكر من أراد أن يصنعها، والإرهاب أيضا موجود في فكر من أراد أن يصنعه. أما العراقيين فهم متآخين، محبين للسلام، محبين للثقافة، محبين للحضارة. فهذا المهرجان اللي هو أيضا يبعث رسالة سلام واطمئنان لكل العالم أن العراقيين هم أصحاب هذا. طبعا هذا يعني الفعالية أقيمت هذا العام بالتعاون مع فريق دعم المرأة ومجلس شباب تكريت ومنظمة صوتنا وكذلك فريق تعالوا نصنع الفرح، وتضمن بعض الفعاليات الثقافية والفنية البسيطة، وكنتم أنتم حاضرين. إن شاء الله الموفق يا بارك الله بي. أشكرك سادة ليش. فتعاوننا على هذا العمل وهو يقام
يعني أقدر أعتبرها سنويا في الخامس من آذار من كل عام، وأكيد من فضل الدكتورة والشاعرة أمل الجبوري اللي ساهمت بهذه الاحتفالية وهي من لندن، لأنه معنا أيضا هناك الكثير احتفلوا فيها حول العالم في أمريكا وفي لندن وفي دول عربية ودول عالمية ودول أوروبية، استذكارا لشارع المتنبي وهو العمل الإجرامي الذي قامت به زمرة إرهابية لمقهى الشعبندر للحاج محمد الخشالي الذي فقد 5 من أبنائه وحفيده، وكانت فاجعة عظيمة بالنسبة لهم، ومع هذا سامح وغفر لقتلة أولاده مقابل أن يعفوا عن قتل العراق وتدميره. إذا سامحهم من أجل العراق، فكيف بنا نحن البشر أن لا نسامح؟ أعزائي المشاهدين، حقيقة ذكرى 5/3/2007 ستبقى ذكرى فاجعة أليمة، لكن سيبقى العراق موحد، سيبقى العراق واحد، ستبقى ويبقى المشهد الثقافي في هذا البلد شامخا بعلو الجبال إن شاء الله. مع نهاية هذا التقرير لنا موعد معكم في شارع المتنبي. نحضر إلى شارع المتنبي. الحقيقة احنا بعد التقرير قلنا راح نذهب إلى شارع المتنبي، وهذا أمامكم الآن شارع المتنبي في بغداد العظيمة، بغداد الخير، بغداد السلام. الحقيقة هذا الملتقى الأدبي والثقافي شارع المتنبي يزهو بكل الأخوة اللي يجون من أنحاء العراق. طبعا احنا من الصباح الباكر الساعة 6:30 الحقيقة عبرنا باليخت الموجود من جانب الكرخ إلى الرصافة، وجينا إلى شارع المتنبي، الشارع العظيم اللي نشوف فيه ملتقى الأدباء والشعراء والفنانين. راح نشوف وياكم مشاهد ولقطات من هذا الشارع العظيم، فتعالوا ويانا وهذه المشاهد.
أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى. أبينا إلى أن نأتي أنا وزميلي أيهم فارس إلى هذا المكان، إلى شارع المتنبي، لنستذكر هذه الذكرى الأليمة. والحقيقة اليوم نحن في مقهى شاه بندر منذ الصباح الباكر لنلتقي بالحاج محمد الخشالي ليتكلم لنا ولفضائية صلاح الدين. مرحبا بك عمي. أهلا بك أخوان، الله محييك. الحقيقة كان لنا احتفال في فضائية صلاح الدين وفي أرجاء محافظة صلاح الدين عن الذكرى الأليمة، شاهدناك في التقرير، والحقيقة كان لنا يعني حقيقة وقفة إلى أن نصل إليك ونتكلم معك عن هذه المصيبة، وإن شاء الله الشهداء في عليين. الحقيقة منك ناخذ الصبر والعزم إن شاء الله. حجينا شلون تحكي لنا ويا فضائية صلاح؟ أنا أشكرك على المقدمة الطيبة العراقية الأصيلة. العراق كلية بعدة مصائب، من يد على الأكثر تكون أجنبية وعراقية، لأنه العراق كما قال صلى الله عليه وآله: بارك الله في يمننا، بارك الله في نجدنا، بارك في شامنا. وسكت أحد الجلساء، قال العراق، قال ماذا أقول فيهم وقد أوشك أبي إبراهيم أن يدعو عليهم وأوحي إليه أن لا تفعل، أودعت فيهم علمي وجعلت الرحمة في قلوبهم. من هذه الشهادة العظيمة من رسول الله، لم يكن في قلب رحمة العراقي، وما يكون يحب العلم أو عالم فهو بعيد عن العراق، يعني بعد الظروف مرت بالعراق. فمن هذا المنطلق، من هذا الحديث النبوي، من هذه الشهادة الكريمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ننطلق احنا بمصائبنا هاي العظيمة اللي عمت بي. وانا الضربة الأليمة الموجعة اللي حلت بشعب المتنبي في 5/3/2007 أدت بحياة 60 شهيد، منهم كان نصيبي 4 أولادي وحفيدي تعبان عليهم، خريجين كليات ومتزوجين. والمصيبة مصيبة أنبياء، كل نبي ابتلى بوالده، حتى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، فكيف بي وأنا من عامة الناس أولادي 4 و5؟ غطت شعوري وغطت غضبي وغطت كذا عراقيتي وانتمائي إلى العراق. والحمد لله مارست عملي وعدت المقهى بعد ما انهجمت بأحسن من ما كانت. وبطبيعة الحال أنا خادم العراق وخادم التراث وخادم الثقافة، رفعت عنها الدوامنا والطولي من بداية جلوسي في 1963 في هذا المكان لخدمة التراث العراق. فإذا جاء السائح من الخارج يتعرف عن الشعب العراقي، يتعرف من شارع المتنبي وعلى الخصوص مقهى شاه بندر كل بيوته من أبوابها، المثقف والمتقاعد المدني والمتقاعد العسكري يأخذ نظرة كافية عن العراقيين من هذه المقهى. والحمد لله على ما أصابنا، وأسأل الله تكون خاتمة الأحزان ويحفظ الله العراق والعراقيين من كل سوء. حقيقة عمي محمد، يعني كل أهالينا في صلاح الدين ينقلون لكم التحية ويقولون إن شاء الله الصبر والصدوان والجنان إن شاء الله للشهداء. أنا جدا ممنون على هذه الذكرى اللي أحيوها، هي ذكرى صحيحة تهم الموضوع، ولكن من العموم اللي يستفيد منها الشعب العراقي والشعب العربي على العموم والشعب الإسلامي في كل مكان ما إلى بالمصائب غير الصبر. رغم كل الظروف هاي المقهى باقي، وهاي الناس والأدباء كلها موجودة بيه. الحمد لله باقي، ومن عادة بحسب المكانات عليه. جاني فضائية من الفضائيات الأجنبية، جاني في سؤال من الخارج قال أنت المفروض هالقد شنو الدول استعملتها وكنت بهذا الحال؟ رادوا الدول استعملتها شنو يعني من أي صيدلية؟ قلت له أنا عندي دول خلطتها وشربتها وكانت هذا الحال. قال ما هو الدواء؟ قلت له أول واحد أنا مسلم أخذ بالله عز وعلا أرواح الناس بيد رب كريم بأجل مؤجل. اثنين خيرت في دوائين، دواء الصبر أو دواء الجزع، فاخترت من الدواء الصبر. الصبر من تركت الجزع، فلما استلمت دواء الصبر شفت أمور بدأت أزرعها، رجعت عليهم أريد أبدل هذا الدواء، قال إذا لم تصبر ماذا تفعل؟ ماكو فعل. فهاي الأدوية خلطتهن وشربتهن وتكون شبنا على هذا الحال. أنا مسلم.
أولا نقرأ الفاتحة ونعزي أهالي الشهداء في مثل هذا اليوم من سنة 2007. والجيد أن الغد الأرعن اللي فجرها لم يكن يوم جمعة، كان يوم دوام عادي، لذلك لو كان يوم جمعة كانت الأضرار أكثر. طبيعي أن بطل الواقعة هو حج محمد أخوي وصديقي صاحب مقهى الشابندر، لأن أكثر الناس من فقد شهداء في واقعة واحدة من العراقيين ككل. يعني ما أجد عراقي فقد خمسة أربعة من أبنائه وخامسة من ابنه، لأن ابنه حفيده، نعم ابنه، بالعكس الحفيد احنا بالنسبة للكبار السن أكثر من الابن نحبه. ما لا تعتقد أكو عراقي ضربته فاجعة كما حصل للحاج محمد. شوف له على حضرتك، الجيد جدا أن هالرجل هذا يعني من باب العقل الوطني والقلب العراقي، إيمانه بأرض الرافدين بلاد الفراتين، رجل داعية لصالح البلاد وفالح العباد، رجل تجده مملوء علم وثقافة ومعرفة وأدب وتاريخ وتراث فلسفة. نحن وأصحاب الشأن لما تعن الحاجة نتوجه قبلته. لماذا؟ لأنه يسعفنا بالإجابة الدقيقة. أستاذ طارق، حج محمد ذكر كلمة في تقرير قال: والله هسه إذا ألتقي بقاتل أولادي من أجل العراق لأقول له عفيت عنك. وهذا هو الجميل. هو الله، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. شوف له لحضرتك، إحنا أمة عافية، أمة يسر وسعة ومعروف وعفو ومغفرة وتسامح. مبادئ الدين الإسلامي تقوم الإنسانية تقوم كذلك. هيا من شماله، من لطائفه، من مناقبه، من مآثره، اللي يجب أن نكون كنا مثله. شوف له لا، لأن نموذج وقدوة ضرب في الواقعة وفيما يترتب على الواقعة. فزاد الثقافة ثقافة، وأضاف لمعرفة شارع المتنبي معرفة، وكمل علوم رواد الشارع ورواد المقهى. هذا الشارع اللي كما يقال من تأسيسه كان مأساة، واليوم نحن ما مأساة، نعم مأساة، لكن هؤلاء الشهداء اللي ذرج دمهم هنا بهالمكان، اللي هم خلونا قاعدين هنا، هم اللي كانوا السبب في القضاء على داعش، هم السبب في توحيد الشعب العراقي. شوف له لحضرتك، شوف شلون جميل هسه من شغل سيارتك وتطلع الموصل قبل التاجي تخاف، تمام له لا، تطلع منه لبغرب تقول بعد ما اقدر. هذا الجميل والجليل والنبيل اللي خلفوا لنا الشهداء، وهاي الثقافة. شوف حضرتك ما شاء لك، وهذا الشارع مليء به المثقفين وبه أدعياء الثقافة، به أصحاب الصيت الصحيح وأصحاب الصيت الكاذب، به الذي لا يعرفون من الثقافة إلا الطي لسان، وآخرون عندهم طي اللسان، قسم يعرفون الثقافة وآخرون يجيدون القيافة فقط. فإن أردت أن تكون غنيا مكينا قادرا مستويا على شؤونك فابغي وانتهج نهج ومقصد هذا الشارع ورواده. فقد تألق الشارع هذا بثقافته وتأنق بمعرفته وتعمق بفلسفته وعلمه. اعتقد شوارع العالم كلها، نعم اكو حالات معينه، لكن هالتجمع الذي يحصل ما يصير مثله، بدليل محافظات اخرى حاولت تقليد شارع المتنبي يعني لجمعتين ثلاثه وسرعان ما انهار. العجيب ان شارع يعني كل جمعه جنابك لو تحسب عدد الحاضرين اكثر من الجمعه اللي قبلها. فشيء ماذا يربطنا؟ هل يربطنا الوجود العباسي اللي كان هنا، الوجود العثماني، هذا القيمة الفنية لأول ساعة في خارج بريطانيا، هاي ساعة القشلة، الساعة الثانية بعد ساعة بيج بن. شوف له لحضرتك، لأن جابها 1870 1856 ساعة بيج بن البريطانية، ساعة بيج بن هاي الثانية. شوف له لحضرتك، والثالثة كانت بالكاظمية، والرابعة كانت بمقبرة الشيخ القيلاني قدس الله سره. كل طابوق هنا تناديك بتاريخ العراق،
تناديك هذه بمذبحة كل استحضار الله، يناديك هذا البناء الحلو كأنك تشوف الملك فيصل رحمة الله على روحه والسيد حسين، واللي هذا أثناء التتويج وأثناء ما أجلس كان هنا، والقرارات الكبيرة غرفة ساسون حسقيل موجودة على اليمين أول ما تدخل، وأول وزير مالية، الغرفة اللي بعدها تجد غرفة خاصة كانت من نوري باشا رحمة الله على روحه، ليش كان مجلس الوزراء هنا، شوف جنابك هو مجلس وزراء حتى بيت الملك، لأن يعني الملك مات رحمة الله على روح فيصل الأول وما يملك طابوقه في العراق، بيت مستأجر هنا، ولما غرقت هاي المنطقة شعشوع اليهودي رحمة الله على روحه قال له تعال اسكن ببيتي. تصور هذول الناس اللي إن قدوة وإن مثل اللي وحدوا العراق وجمعوا العراق. بارك الله فيك إن شاء الله طولة العمر أستاذ. شكرا لمحافظة صلاح الدين، وشكرا لقناة صلاح الدين، وشكرا للعاملين بها، ونسأل الله أن تبقى صلاح الدين المثل والأنموذج والقدوة. بارك الله بك أستاذ، شكرا جزيلا، السلام عليكم. قناة صلاح الدين، وأنا قارئ المقام الأول الفنان خالد السامرائي اللي كل جمعة أتواجد في هذا المكان. لدي ثلاث محطات، المحطة الأولى قاعة الشناشيد، أخلص من قاعة الشناشيد أروح أذهب إلى المتحف البغدادي، أخلص من المتحف البغدادي أروح إلى مقهى المدلل. أحيي المقام العراقي، رجعت الشباب من بعد ما كان العناء الكبير والأغاني الهابطة والأغاني مع احترامي التافهة، شنو بس اسمي أنا بيا حالو الدفاني غمزلي، يما ضاعت محفظتي، يما رزقتني العقربة، خلي قام استقطبت الشباب، هسه بدأوا يعرفون شنو تراث هنا، التراث هو التراث هنا أنا. فالشباب بدأ يوعي، جلبت الشباب إلى هذا الفن العريق، وهو القاعدة الصلبة اللي سنة 1932 عندما زار محمد القبنشي القاهرة في المؤتمر الموسيقي جلب الوسام الذهبي، مع العلم كان فطاة حلة القراء من عبد حمولي إلى صالح عبد الحي إلى محمد عبد الوهاب إلى سيد درويش، فالقبنشي جاب الوسام الذهبي. ليش؟ لأنه هم عندهم 7 نغمة، احنا عندنا 54 نغمة، ولذلك انه تشوف الشريحه المثقفه تتواجد هنا في شارع المتنبي، يرتادون مقهى الشابندر، يرتدون مقهى حسن عجمي، يرتدون مقهى الزهاوي، ياتون الى القشله، ياتون الى قاعه الشناشيل، وياتون الى المتحف البغدادي. فالحمد لله بدا المتنفس الوحيد للعراقيين هو شارع المتنبي. عيد عيد يعني صدق عيد يعني. نعم بلا شك، هاي يعني اليوم البارده ومغيمه وهاي الناس، فلما يكون اكو صحو بعد اكثر تقوم تتطاطخ ويا كتف كتف. والله هو سوق عكاظ القديم كان، اي فملتقى الادباء وملتقى الشعراء وملتقى الفنانين وملتقى عموم الشعب العراقي، فالمتنفس الوحيد صار كل جمعه الناس تلتقي به.
وشوف جماعته وشوف محاولة تكتب على الشيء على هذا يعني. والله أنا مشاغل الوطن يعني هي اللي أخذت مني صح. فأقول كبرة اللعبة ببلدنا وصار نص الشعب حافي لعبة أديان ومذاهب لعبة ألوان الشفافي لعبة اللي بالحكومة شلون يجمع مال صافي ما يهم الناس ترجف المهم بس هو دافي والمهم نور بغرفته وخلي كل البيت طافي كبرة اللعبة ببلدنا وماكو واحد قال كافي اللي عنده فلوس ماشي عايش بوده وتصافي واللي ما عنده تشوفه مثل تمثال الرصافي واقف وما يمشي خطوه وربك الشافي المعافي الشاعر جبار السوداني صح لسانك بارك الله فيك شكرا جزيلا طبعا بالتاكيد اصبح بالاونه الاخيره شارع المتنبي المتنفس الوحيد للعوائل العراقيه وللشاب العراقي وخاصه هذا الشارع العريق الذي تجاوز عمره 100 سنه عام شارع أثري تاريخي يزهو يعني بالثقافة الاجتماعية والثقافة المسرحية والثقافة الفنونية والثقافة القصائدية والشعرية والموسيقى هذا الشارع الوحيد الذي لا يفرق بين طائفة وأخرى يجمع جميع طوائف وقوميات وأشكال وأجناس الشعب العراقي تجدهم متحابين متصارحين متخاوين تجمعهم حب الثقافة ولا أعتقد أي دولة تصنع هذا الشارع أبد وأتمنى من المحافظات العراقية العزيزة على قلوب محافظة بغداد أن يحذوا حذو هذا الشارع العريق وانتم ويكون أحلى بوجودكم فضائياتكم الجميلة ونقل الصورة المشرقة للمحافظات والعالم هنا طبعا ملتقى المثقفين والشعراء والرسامين والكتاب ونخبة المجتمع والفضائيات هنا كل جمعة نحرص أن نأتي هنا لنرى خيرة المجتمع لأنه الوجه المشرق لبغداد والبلد هنا في شارع المتنبي فنرى خيرة أبناء المجتمع من المفكرين والأدباء والعلماء والاقتصاديين والأدباء أصبح قبلة المثقفين كما قال الزميل قبل أنه لا يفرق بين الطوائف نعرف أنه المثقف بثقافته بأدبه ما يعطي من عصارة جهده كل أسبوع تقريبا هناك توقيع كتاب من قبل كاتب أو كاتبة أو شعراء مشكورين على جهودهم الطيبة حيث يطبعون تلك الكتب على حسابهم الخاص وهذا شيء يعني نرفع القبة لهم وكذلك بالنسبة للوحات الرسامين أيضا يقومون برسم اللوحات بجهودهم الشخصية تصور أنهم يرسمون في بيوتهم في ورش داخل بيوتهم وترى لوحات تظاهر العالمية بمضمونها ليس بالضرورة أن يكون هناك مثلا رسام اختصاص الرسم تراه مثلا في الاقتصاد أو في العلوم أو في الحاسبات وتجده رساما ماهرا هذا دلالة على الموهبة العراقية أن الفن العراقي لا يموت أن الموهبة والحساس بالحياة ما زالت مستمرة عند العراقيين بأصولهم وحضارتهم المتأزرة التي فيها تضرب في أعماق التاريخ كلش حلو جميل انا طبعا اول مره اجي هنا فكلش حلو يعني شيء راقي يعني المثقفين هنا موجودين دخلنا لهاي قهوه الشابندر يعني شيء جدا راقي يعني ما اول مره اشوف هيك يعني انا من يا مكان بصره من البصره جيد ملتقى كل العالم وكل العراقيين في هذا المكان مختلفين يعني ان شاء الله الموفقين المتنبي روعه انا يعني نوبات يعني كل جمعه نوبات افوت بين جمعه وجمعه يعني حسب فراغي فما اقدر استغني ما امر يعني للمتنبي متنفس الي يعني مو بس للكل اني شوف كل شيء قديم يستذكرنا بهذا الشيء اي والثقافه والشعر والفن يعني تستعيد امجاد بغداد يعني العراق بصوره عامه تستعيدها من تشوف هذا المكان اللي يوثق اللي يوثق اللي يوثق ذلك فيعني اجي اتنفس متنفس الي انت من بغداد؟ اي ان شاء الله من يا منطقه؟ من العظميه اي ان شاء الله يعني صحه والعافيه وتبقين ان شاء الله تجين بهذا المكان ان شاء الله ان شاء الله ما انقطع ما طول الله مطيني صحه باذن الله وان شاء الله يعني الامان والاستقرار احنا نطلبه العظميه شلون؟ الحمد لله روعه روعه
روعة بناسها الطيبين. الله يسلمك أنت أحسن. شكرا جزيلا. مع السلامة. اليوم نبعث من على ضفاف دجلة، من على ضفاف وادي الرافدين، نبعث تحية حب وسلام إلى كل أبناء مكونات الشعب العراقي، من البصرة الفيحاء إلى الموصل الحدباء. فمن هنا نبعث الحب والسلام إلى كل أبناء العراق. فنحن اليوم تواجدنا عند أبو الطيب ونذكر معاناة الشعب العراقي، فنقول فسلاما من هذا المكان إلى كل أبناء العراق المجاهدين، أبناء الجيش العراقي، فسلاما على أبناء العراق الجرحى الذين إلى الآن معاناتهم لن تكتمل، وإلى الآن النصاب لن يحقق لأبناء العراق. فاليوم أيضا لنا وقفات مع القنوات الفضائية العراقية التي تتواجد هنا ومع الأساتذة والمثقفين لكي نتحدث ولنطلع على بما يحول في الشارع العراقي. فشكرا لكم، ووجدناكم اليوم في هذا المكان عيونا لكل مكونات العراق. إن شاء الله الموفقين. إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. والله هذا احنا من الرواد، يعني هذا تعرف ايام الاسبوع وعناء الشغل وعناء التعب، نجي بهالجمعة هاي نلتقي بالضبط، نلتقي بهالواجهة الثقافية الفنية الأدبية وحضراتكم واخواننا الإعلاميين وزملائنا، يعني هنا منفسنا، وهم ننقل رسالة للعالم انه بغداد الرشيد ما زالت. واحنا ايضا استذكرنا الذكرى الأليمة للتفجير المتنبي، ومرينا على حج محمد اللي قدم 5 شهداء، هاي الرسالة نقولهم العراق هنا، يبقى العراق هنا، ما تغيرنا كل شيء. بالتأكيد بالتأكيد يبقى العراق صاحب رسالة، كما رسالة بابل وآشور، والحاضر أيضا يعني امتداد للماضي. نعم. إن شاء الله طولة العمر لكم. يحفظك ويحفظ ويحفظ قناتكم كلها. وأحلى شيء هي الصورة مالتك. الله يخليك حبيبي الغالي، هذا من ذوقك، لأن أنت صاحب رونق جميل. الله يخليك. تبقون وتبقى هاي الوجوه الجميلة تشعب هذا نهر دجلة. الله يخليك حبيبي الغالي، ربي يحفظك ويحفظكم ويحفظ جميع العراقيين بحق هذا المنظر مال نوارس دجلة. هذول يكون على مال مضيق بصفر مال يربط اسطنبول. فأقول هاي نوارس دجلة كما نحن أنه باسطنبول. احلى هنا. هذه بها طعم. اكيد هذه بها طعم العراق وطعم المحبه والاخوه ان شاء الله. والسلام والسلام. بها نكهه العراق. هذه بها نكهه العراق، تختلف عن اسطنبول مثل ما قال. أكيد. تفضل لك ابو بهاء. حجي تعال يمي، اريد اشوفك اليوم انت، رغم انه المعاناه تحمل رساله ايضا وتلبس العلم العراقي. والله العظيم السلام عليكم ورحمه الله، احيي هذه القناه الشريفه وعلى هذا الدور الفعال بأن نشوف هموم المواطنين، ونحييك كأخ عزيز. احنا كعراقيين من 2003 ولحد الآن يعني شفنا مظلوميات هواية، يعني واحنا ومهما ضحينا بأولادنا بشبابنا من أجل تحرير العراق. هذا العراقي، العراقي عنوانه هذا ثابت. نعم، والحمد لله احنا نتمنى، يعني احنا كعراقيين ان ينطونا ولو بصيصة من الامل بشيء ضحيناه من اجل العراق، يعني حررنا بلادنا، حررنا مدننا، حررنا كل شيء. احنا نريد مثلا على وزارة الصحة نشوف حالنا، نشوف دوائنا، نشوف مثلا الامكانيات الفقير، يعني ما طب المستشفى تلقى لك القائم. هاي الرسالة توصل الأستاذ وزير الصحة، نعم يشوف لنا حالنا وهذا، ويشوف حقوقنا احنا كمعوقين مثلا والفقراء. ترى هاي مال 300,000 دينار واحنا شهرين، يعني بس مال الكشفيه واحده مال دكتور. احنا بالنسبه لنا نقول يا الله الله بالفقير، وان شاء الله باب الله. احنا والله احنا نقول ان شاء الله نريد لنا حكومه ابويه، يعني ما لها شغله بالاطياف وما لها شغله بالاحزاب وما لها شغله بالسياسيات. احنا نريد حكومه تشوف العراقي مثل ما كان واحسن. ان شاء الله طولت العمر لك وصحة. أبى الله والديك يا رحم الله والديك. أنا أشكرك، بارك الله فيك. وقضية
تحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات العراقية التي تتعلق بحقوق المرأة، تتعلق مو فقط مساواة المرأة وإنما على الأقل فسح يعطون لها المجال مساحات يعني آمنة لكي تعمل فيها المرأة. هذا اللي نحتاجه. وأيضا وقفتنا حقيقة هذا اليوم هي قضية استنكار وإدانة لقضية قتل الإيزيديات بدم بارد على الحدود العراقية السورية، 50 امرأة، واللي دا نسمع أيضا في الأخبار الآن في نفس المنطقة في الباغوس الآن أكثر من 300 امرأة وطفل أيضا مهددين بالقتل. لذلك احنا نطالب أيضا الجهات الحكومية، نطالب الحكومة العراقية، نطالبهم باتخاذ الإجراءات السريعة والصحيحة لإنقاذ النساء الإيزيديات وكل النساء اللي تم سبيهم ويعني تم بيعهم في سوق النخل. ذاكم المي هسه؟ اي والله يا ابو عزان احنا حجي ان شاء الله راح نعرضها يشوفوها. نعم يشوفون حالك ان شاء الله وبلكي يسعفوك ان شاء الله. زين انت شايفه لابوك؟ شايفه تعرفه؟ لا والله ما شايف. ما شايفه؟ لا والله. قد عمرك انت؟ 4 سنين. هاي هسه شنو انت هنا حاطه؟ حاطه للبيع. هاي عند بيعي. اي وما حد يشتهي بس يدحسون عليهم يروحون يجلبونهم يروحون ما حد يبغى يشتهي. هاي على مود اطلع لي ايش كم فلس؟ على مود اطلع لي 1000 دينار ما حد يدفع لي ايش. عجلا المحتار. نشارك افراحكم. نتقاسم احزانكم. زين ليش تبكي؟ ابكي؟ لأن قهر بقلبه يعني خدمته تعسل راحت. ليش؟ يعني تأمن راتب عايش أنا وجهالي أهلي شو يريدون يصيرون داعم أهلي بين فترة وفترة يجلسوني. نسعى لخدمتكم. احنا أنا ذكرت قلت احنا بخدمة المواطن وخدمة المدير والمسؤول. أريد حل. الحل السادة الجدول بس التزم للناس بالجدول هذا هو الحل موجود من كيفه. هذا هسه الكرسي له هديه له من مدير عام. بارك الله ان شاء الله. الله كريم. تسلم. بين الناس عطاؤنا عطاء. لا شاريع لا كهرب بجبلي مي ماكو ابدا مو برايم. وهذاني هالخديه بتك بنسمع عندي تروح الطبيب
احنا ما لنا حال يابا، ما حد يداعي بينا ولا حد بطلاننا ولا كعنا خلقاني ولا عبالك احنا عراقيين. الفضائي صلاح الدين برسال بالزيت واشتيلهم حال العدايم يا حالي، مية جليب وقفرة دهن زيت وبس الله غفار يعلم بحالي، تشتي جنوبي من الحبل زاد مليت ولا الحطب شقق جدايد ذيالي وبشي بعبرة وبالعبرة تهجيت. تعباني حبيبي وما عندي غير الله وهو الشباش وهاي اسمها اسمها قفاك السلادة، ما عندي غير رحمة الله. ماكو احسن من رحمة الله. اي والله عندي رحمة الله. الله كريم.